واضح في اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي، الوحدة الثانية في مجال الثقافة و الحياة الثقافية والفنية. إذن الأسبوع الثاني في الظواهر اللغوية والتطبيقات الكتابية، ونبدأ في الصفحة 46 في درس الإملاء همزة الوصل والقطع. وسبق أن تطرقنا في الأسبوع الأول لهذا الدرس. إذن اليوم سنثبت هذا المفهوم ديال الهمزة، متى نكتب الهمزة وصلا ومتى نكتبها قطعا. نبدأ بالملاحظة والاكتشاف. أقرأ الجمل الآتية وأضع سطرا تحت الكلمات التي تبدأ بهمزة قطع. إذن همزة قطع، إذن هنا هذا السطر أضع سطرا، أدى همزة قطع، إذن هذه الهمزة. بالنسبة لهمزة الوصل، إذن عندنا هي عندنا الأطفال، عندنا هنا إلى، كذلك إلى الرسم الممثل. إذن هذه الكلمات التي تبتدئ بهمزة القطع والوصل. إذن أحلل، أكمل ملء الجدول بوضع كلمات في الخانة المناسبة. إذن الأفعال، ليس لا يوجد، إذن السائد والرسم لا يوجد لدينا. أدى هو فعل، نعم، اسم الأطفال، سينما، أستاذ، الرسم، ممثل. إذن هذه هي همزات الأسماء التي تبتدئ بهمزات الوصل والقطع. إذن بقى لنا دابا الحروف، عندنا إلى. إذن ننتقل إلى الصفحة الموالية، صفحة 47. استنتج. إذن متى مواطن كتابة همزة القطع؟ إذن وقتاش كتكتب همزة القطع؟ قطعا. إذن في الأفعال الثلاثية ومصادرها، في الأفعال المضارعة في المتكلم والمفرد مثال ألونه، في الأفعال على وزن أفعال ومصادرها. إذن الأسماء، جميع الأسماء التي تبتدئ بهمزة، مثال أمين ما عدا أسماء همزة الوصل، الضمائر التي تبتدئ بهمزة، صيغ الجمع التي على وزن أفعال مثال أقلام، جميع الحروف التي تبدأ بهمزة باستثناء التعريف مثال إن، إذا أو إلى. إذن هنا أنا في نظري هذا موضوع ديال السنة الخامسة ابتدائي، يعني في الواقع ما خصوش يتذكر في السنة الرابعة، ولكن أنا كنفضل التلاميذ أنهم يستعملوا القاعدة ديال الواو والفاء. أفضل، لأن باش تضبط هذا الشيء وتحفظه. أنا لا أعتقد أنك تبقى عقل وش هذا فعل، تبقى الدرس كتقول هل هو فعل ثلاثي، هل هو فعل مضارع، هل هو حرف مضارع. كاين بعض الأسماء السماعية والكلمات السماعية، يعني كنعرفوا أنها كتكتب بالقطع وكتكتب بالوصل، ولكن أفضل طريقة هي تدخل عليها الواو وتخرج من باب واسع. إذن أنا هكذا كنتصرف مع الهمزة وأفضل. إذن أطبق، استخرج من نص الفنان الصغير بعض الكلمات المتضمنة لهمزة قطع وأعلل سبب كتابتها. إذن نص الفنان الصغير هو هذا. إذن هنا عندنا تأخذ، هذا فعل ثلاثي لأنه فعل ثلاثي حسب ما جاء في القاعدة. إلى محيط حرف معروف، أمامي، إذن اسم يبتدئ ب، إذن جميع الأسماء تبتدئ بهمزة قطع إلا كما يعني ما عدا الأسماء همزة الوصل. إذن هنا ولا استعملوا الواو، وأمامي ما نقدروش ما ننطقوهاش. أخرج هذا فعل مضارع، أذكره فعل مضارع كما هو جاء في، إذن الأفعال المضارعة. إذن هنا بطبيعة الحال كما قلت لكم، إذا حاولوا أن تطبقوا قاعدة الواو والفاء لتخرجوا بأفضل يعني شكل، إذا بغيتوا تشكلوا النص وتقرأوا النص بشكل صحيح. إذا أنشئ ثلاثة جمل تتضمن
همزات كلمات بها همزة قطع. إذن هنايا غادي ناخدو مثلا إني مثلا غناخدو جملة مثلا فيها فعل ثلاثي أمر الله عباده بالصلاة أنجز دروسي أو تماريني يوميا سافرت مع أفرادي. إذن هنا أفرادي أسرتي. الكلمات اللي اختاريناها فيها همزة قطع. إذن كاين أمر فعل ثلاثي، أنجز فعل مضارع، أفرادي اسم يبتدئ بهمزة القطع. السؤال الموالي ثالثا إجراء لعبتي، من يقدم أكبر عدد من الكلمات الصحيحة المتضمنة للهمزتين في وقت وجيز؟ إذن هذه لعبة داخل القسم، كل تلميذ غادي يقدم شكون غادي يقدم أكبر عدد. إذن الصرف والتحويل الاسم النكرة والمعرف بال أو بالإضافة. ألاحظ وأكتشف، أقرأ الجملة وأحدد نوع الكلمات التي تحتها السطر. إذن مجلة القسم، تلاميذ المدرسة في العرض. إذن هذه الأسماء، هذه أسماء معرفة، كلها معرفة، اللي مسطرين عليه بسطرين هو معرف بالإضافة. إذن اللي مسطر بجوج سطور معرف بالإضافة، واللي مسطر بسطر، بسطر واحد، معرف بال. أحدد الأسماء المعرفة من بين الأسماء المسطرة، كلها معرفة، كلها معرفة. إذا ربما السؤال هنا يا أقرأ الجمل، نوع الكلمات، نوع الكلمات أسماء، إذا المقصود هنا أسماء، كلها أسماء ولكن كلها معرفة. هذا معرف باش بال، هذا معرف بالإضافة، هذا معرف بالإضافة، تلاميذ المدرسة هذا معرف بال، هذا معرف بال. إذا هذه الكلمات كلها معرفة. السؤال، أحلل في كل جملة أقوم بحذف الكلمات التي تحتها سطر، ماذا تلاحظ؟ أقوم بحذف الكلمات التي تحتها سطر. نعم، التي تحتها سطر. دابا هنا يعني هيأ الأستاذ مجلة. إذا شنو غادي يوقع؟ هاد الكلمة اللي كانت معرفة بالإضافة ستصبح نكرة. إذا الكلمات معرفة بالإضافة تصبح ماذا؟ نكرة. كذلك ساهم تلاميذ القسم، غادي نقولوا ساهم تلاميذ. شكون اللي خلا هذه كانت معرفة؟ هو هاد المدرسة. هذه إلا حيدنا لها ألا تولي عرضين، ولكن هنا هذه إلا حيدناها لا تؤثر. دابا هو قال لك نحيدو هذه، نحيدو هذه، باش هادو غادي يتأثروا وغادي يوليو نكرة. ماذا أضافت الكلمة المحذوفة للكلمات التي تحتها سطرين؟ إذا أضافت تعريف للكلمة التي قبلها، أعطتها التعريف. فاش كانت بوحدها ما تقدرش تكون معرفة، ولكن ملي جات سنداتها كيقول لك المرء قوي بأخيه، إذا هذا أصبح معرف لأن عنده خو، ولكن بوحدو كان نكرة. حنا ما كنقولوش النكرة ضعف، ولكن غير كنعطيو مثال وصافي. كيف هي علامة إعراب الكلمات المحذوفة؟ الكلمات المحذوفة تسمى مضاف إليه، تعرب مضافا إليه. إذا هذه الكلمة هذه إلى حذفناها، حذفنا مضاف إليه. إذا استنتج، يزيل المتكلم
الغموض عن الاسم النكرة، فيعرفه باسم معرف، اسم علام أو اسم معرف بأل. إذن علاش دابا مثلا غنقولوا مثلا هذه مهمة، هذه اسم علام مثلا قلم أحمد، هنا هذا معرفة بماذا؟ معرفة لأنه علم، فهذا غير ما حنا ما درسناش هنا، هذا دابا معرفة عرفها القلم، عطى مضاف إليه أعطى يعني أزال الغموض عن القلم، لأنه معرفة، لأن المعرف بالإضافة شكون اللي كيعرفه؟ خصو يعرفه واحد الاسم معرفة، فإما غادي يكون معرف بأل كما هو الشأن هنا مثل القسم والمدرسة معرفة بأل، أو لا يكون واحد الاسم عالم. إذن يضيفه إليه برج الحمام لوحة الفنان ويحددان معا المضاف، وبجوجهم كيكونوا لنا المضاف والمضاف إليه. إذن ننتقل إلى الصفحة الموالية أطبق، أقرأ النص وأضبط بالشكل التام الكلمات التي تحتها خط. إذن قرر أستاذ قسمنا، قرر أستاذ قسمنا ماذا؟ اصطحابنا، اصطحابة، لماذا اصطحابة؟ لأنه مفعول به، وهذا النون ضمير متصل إلى مقر الإذاعة والتلفزة بزنقة البريه بالرباط. وجدنا مقدمة، وجدنا كذلك هذا مقدمة فهو مفعول به. برامج الأطفال قام بعرض مراحل تصوير الأفلام الكرتونية وتقنية توضيب الصورة الصوت والصورة. ثانيا استخرج من النص الكلمات المعرفة بالإضافة وأميز المضاف والمضاف إليه. إذا دابا هنايا باش نقلبوا على كلمة معرفة بالإضافة خصنا نقلبوا على كلمة ما عندهاش أل وما تكونش منونة، لأن إلا خديناها منونة خدينا نكرة، وإلا قلبنا على المعرفة بأل راها معرفة، إحنا خصنا نكرة ماشي نكرة، يعني كلمات مجردة بأل ولكن تبعها اسم معرفة، هذا الشيء علاش كنقلب. إذا غادي نبداو. قرر أستاذ قسمنا، أستاذ هذا معرف باش بالإضافة، قسمي كذلك. لاحظوا هنا هذا قبيلة شنو قلنا في القاعدة، بأن هذا يعرفه اسم معرفة، والمعرفة هذا منين جات؟ جات من الضمير المتصل. إذن هذا كان نكرة لو كان مكانتنا، وهذا غادي يكون نكرة لو كان مكان هذا معرف. إذن هذا تعرف بنا وهذا تعرف بالمعرف، وأصبح كل شيء هنا معرف. إذن أستاذ قسمنا، إذن هذا مضاف وهذا مضاف إليه، وهذا مضاف وهذا مضاف إليه. اصطحابنا، اصطحابنا كذلك مضاف ومضاف إليه. إلى مقر، مقر كذلك اسم اسم مجرد بالمعرف بالإضافة. إذن زنقتي كذلك البريه المضاف إليه. وجدنا مقدمة برامج الأطفال، إذن هذو كلهم هذا مضاف مضاف وهذا مضاف إليه، وهو مضاف وهذا مضاف إليه. قام بعرض مراحل تصوير الأفلام، مراحل تصوير الأفلام الكرتونية هذا نعت، وتقنية توضيب الصوت، إذن توضيب تقنية توضيب الصوت، إذن هذو هما. إذن هنا عندنا، إذن هنا شنو غادي نقول؟ هنا غادي ناخذ أستاذ قسمنا. إذن هذا معرف الإضافة، وهذا معرف الإضافة، وهذا ضمير متصل. إذن هذا مضاف وهذا مضاف وهذا مضاف إليه ضمير متصل، هذا مضاف معرف الإضافة وهذا معرف الإضافة. هذا بالنسبة للجملة الأولى، اصطحابنا، اصطحابنا، إذن هذا اصطحاب، اصطحاب مضاف وهذا مضاف إليه، إذن وهذا هو المعرفة،
هذا اللي غنلون معرفة بالإضافة، وهذا معرفة بالإضافة، وهذا معرفة بالإضافة. مقر الإذاعة، مقر الإذاعة. إذن شكون هو المعرف بالإضافة؟ مقر هو مضاف، وهذا مضاف إليه. زنقة البريهي، زنقة البريهي، زنقة هو المعرف بالإضافة، وهذا مضاف، وهذا مضاف إليه. ثم ماذا؟ مقدم برامج الأطفال، مقدم برامج الأطفال. إذن مقدم معرف بالإضافة، برامج معرف بالإضافة، وهذا مضاف، وهذا مضاف ومضاف إليه، وهذا مضاف إليه، هذا مضاف، وهذا مضاف إليه، وهو مضاف. إذن هاد الخص هنايا كل شيء إضافة. مراحل التصوير، مراحل التصوير، تصوير الأفلام. إذن هذا معرف بالإضافة، وهذا كذلك. إذن مضاف، مضاف، وهذا مضاف إليه. شكون بقى لينا تما؟ تقنيات توضيب الصوت، تقنيات توضيب الصوت. إذن هذا معرف بالإضافة، وهذا كذلك. هذا مضاف، هذا مضاف، هذا مضاف إليه. إذن هذه هي الحالة عندنا فيما يخص هذا السؤال. ننتقل إلى ثالثا، أكمل جملة بمضاف إليه مناسب. إذن هنا غادي ندخل واحد المضاف إليه، إذن غادي يكون إما ضمير متصل، وإما غادي يكون اسم معرف أو اسم عالم. إذن ألقى الشاعر قصيدة، قصيدة في حفل. إذن هنا غنقول في حفل، في حفل، في حفل عيد العرش. إذن هنا درنا حنا مضاف ومضاف إليه آخر. إذن أتقن الممثل، وقدر نقول دوره، نردوه معرف بالإضافة بضمير متصل، أو لا نقول دور الضحية، أو لا دور البطل مثلا. إذا ننتقل إلى التركيب، عناصر الجملة الفعلية، الفعل والفاعل والمفعول به. ألاحظ واكتشف، أقرأ النص ثم أحدد الجمل التي تبتدئ بفعل. إذا هنا اتخذ الفنانون المغاربة الفنون العصريات. إذن هذه جملة فعلية وراه عندها التتم. أهدى العالم لوحات شهيرة، اتخذوا الكتابة مسلكا، أبدعوا دوانين شهرية، اختار البعض الآخر مجال السينما العالمية والمسرح كالفاقد، لا تزال هنايا أعمالهم شاهدة، وجد فيها الجيل الصاعد إلهاما. إذن هاد لا تزال هذه ما غاديش ندونوها، لأنها جملة إذن ننتقل إلى التحليل، واستخرج جمل النص وأبين عناصر الأساس في كل جملة. إذن هنا فاش كنتكلمو على عناصر الأساس، يعني الفعل والفاعل والمفعول به، هذا هو اللي كيهمنا. إذن شنو غادي نديرو؟ غنحاولو لي فعل غادي نديرو، يعني نكتبو. إذن اتخذ هو الفعل، الفنانون الفاعل، المغاربة الفنون المفعول به. هذا بالنسبة للجملة الفنون، طريقا مفعول به تاني، ولا طريقا، نعم. فمنهم من أهدى العالم، أهدى هو الفعل، العالم، العالم مفعول به، مفعول به ثاني، لوحات. آخرون اتخذوا الكتابة مسلكا، اتخذوا. إذن هنا الفعل هو اتخذ، المفعول به هو الفاعل، هو ضمير متصل، الواو، الكتابة، إذن مفعول به.
مسلك مفعول به آخر. أبدع دواوين، هنا الفعل أبدع، وهنا الواو ضمير متصل فاعل، ودواوين مفعول به. اختار، اختار فعل، البعض فاعل، الآخر نعت، مجال مفعول به، وجد فعل، جيل فاعل، صاعد إلهام مفعول به. إذن هذه هي المفاعيل اللي كاينه، أو الفاعل. وبينوا نوع الكلمات المضغوطة. إذن المضغوطة كلها مفعول به، إذا احنا حددناها كلها تقريبا مفعول به. كاين الفعل اللي كيحتاج مفعول به، كاين اللي كيحتاج جوج، كاين اللي ما عندوش. إذن أبرز علاقة هذه الكلمات بالفعل متتبعا ما يلي: ماذا اتخذ الفنانون المغاربة؟ اتخذوا الفنون، الفنون طريقة. إذا نقدروا نجاوبوا بهذا المفعول به ولا بهذا. ماذا أهدى هؤلاء؟ لوحات. فمنهم من أهدى العالم، إذا لمن العالم. أحدد معنى الأفعال أهدى، اتخذ، وجد في سياق النص. إذن اتخذ المغاربة الفنانون الفنون العصرية. إذن أهدى بمعنى قدم، اتخذ سلك، وجد لقي. إذن توجد أفعال تنصب مفعولين. إذن هنا الشيء اللي شفنا في هذا النص بأن هناك كما قلنا الفعل يعمل عمله فينصب المفعول به ويرفع الفاعل، ومرة ينصب المفعول به واحد، ومرة ينصب مفعولين. إذن أطبق في حفل عطلة منتصف السنة الدراسية أهدى مدير المؤسسة التلاميذ المتفوقين سلسلة قصص، وجعل أستاذ الموسيقى الزوار مستمتعين بألحان شجية من عزفه، واندهش أولياء الأمور من اللوحة المرسومة بأيدي أطفالهم. في البداية حسب الأطفال عرضهم عاديا، لكن ارتسامات أوليائهم غيرت ملامحهم، فبدأ عليهم الفخر والاعتزاز بما قدموه. إذن أولا استخرجوا من النص الأفعال التي تنصب مفعولين. إذن هنا غنرجع للنص ونقلبوا على الأفعال، لأن الأفعال هي اللي كتجيب لنا المفعول به. إذن في هنا ما كاينش الأهداء مدير المؤسسة التلاميذ المتفوقين سلسلة. إذن هنا هذا هو الفاعل، تلاميذ، عفوا هذا المفعول به وهذا المفعول به. إذن الفعل اللي كينصب مفعولين أهدى، هذا الفعل الأول. شوف نقلبوا على فعل ثاني، اندهش. شوفوا هذا الفاعل، أولياء الأمور من اللوحة المرسومة بأيدي أطفالهم. إذا هنا ما كاينش مفعول به، لأن هذا الفعل هذا لازم كيقتصر على فعل واحد، على فعل مفعول به واحد. في البداية حسب الأطفال عرضهم عاديا، لكن ارتسامات أوليائهم غيرت ملامحه. إذا غيرت ملامح، إذا هنا هذا فعل كينصب فعل به واحد. بدا عليهم الفخر والاعتزاز بما قدموه، إذا هذا الشيء اللي كاين. إذا عندنا فعل واحد هو اللي هنايا كينصب مفعولين. إذا غادي نمشيو هنا حسب، حسب الأطفال عرضهم عاديا، نعم. إذا هنا عندنا فعل آخر عرض عاديا، إذن هذا فعل ينصب كذلك حسب، حسب. إذن السؤال الثاني، أعرب جملة تالية: وهب الأستاذ الناجح جائزة. وهب الأستاذ الناجح جائزة. إذن وهب فعل
ماض ماض مبني على الفتح. ساد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الظاهرة على آخره. ناجحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. ثم جائزة مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا هو الإعراب في هذه الجملة. إذا ننتقل إلى الصفحة الموالية وهي الصفحة 49 حول الطريقة الكتابية. إذا أقرأ النص وأضبطه بالشكل التام ما تحته خط. إذا غادي نقرأ النص. إذا ولا غنمشيو مباشرة للكلمات اللي خصنا نشكل. وتشتهر بعض مدني مدني الجنوبي. إذا هنا همزة وصل. علاش همزة وصل؟ لأن نقول والجنوبي. إذا لا تنطق بجودة ضرابيها هذيك مشكولة. إذا غادي نمشيو هنا حافظت على طابعها الأصيل في ضياع رونقها. هذا مضاف مضاف إليه. وأكثر ما يشد هنا ما وانتباه. هنا خصنا همزة وصل. هنا همزة وصل. لماذا كنقولوا انتباه وانتباه ما كتنطقش. وما يشد انتباه المقبلين على اقتناء. هنايا ما يقدمنه من جليل الأعمال. هذه الكلمات اللي شكلنا استخرج من النص أسماء معرفة بالإضافة. إذا كما قلت لكم الأسماء المعرفة بالإضافة هي أسماء مجردة من الأ ولكن يتبعها اسم معرف. إذا غادي ناخذ مثلا إن نسج الزراب نسج. هذه الكلمة ليست نكرة. لماذا؟ لأنها معرفة بالإضافة. تشتهر بعض المدن الجنوب مدن حتى بعض. إذن هناك الكثير من الكلمة. جودة زرابيها جودة زرابيها منطقة داع صيتها. إذن هناك الكثير من الكلمات. طابعها الأصيل طابعي. إذن رونقها. إذن هناك الكثير. إذن هنأخذ بعض الكلمات. نسجي مدني جودتي زرابي إلى آخره. السؤال الثالث. أكتب فقرة أتحدث فيها عن حرف مغربي عن حرفة مغربية وأدرج فيها جملا فعلية بمفعولين وأسماء معرفة مع الشكل. كان هنا عندنا واحد القراءة صغيرة. يعتبر المغرب من أهم منتجي الخزف في العالم وتعود صناعة الفخار في المغرب إلى قرون غابرة. وينقسم الخزف إلى نوعين الخزف القروي والخزف الحضري. كان هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول ظواهر لغوية وتطبيقات الكتابية من الأسبوع الثاني كتاب الواضح الوحدة الثالثة الثانية عفواً.